فطبيعي جدا لعيب صغير في السن ممكن يفكر في الاحتراف. مش بتكلم بقى انا هنا دلوقتي على رمضان تحديدا، انا بتكلم على اي لعيب في السن ده بالامكانيات دي زي رمضان صبحي، فطبيعي ان هو ممكن يكون رغبه اولى بالنسبه له ان هو يفكر يروح يحترف كلام من ده، خصوصا ان احنا عندنا مثل ممتاز بصراحه وكلنا بنفتخر بيه وهو محمد صلاح. وانا عايز اضيف حته في الموضوع ده، ان كمان رمضان صبحي لو اشتغل بشكل محمد صلاح وبنفس العقليه وبنفس الالتزام في الاحتراف هيبقى ممكن يعدي كمان محمد صلاح بدون مبالغه. محمد صلاح عنده امكانيات طبعا ممتازه ومن احسن 3 لعيبه في العالم وكلنا في ظهره يعني، لكن رمضان فنيا اعلى من محمد صلاح، فنيا اعلى من محمد صلاح. محمد صلاح عنده يعني امكانيات بيعرف يوظفها صح، امكانيه السرعه مثلا، حاجه زي السرعه دي مثلا بيفتقدها رمضان صبحي، لكن محمد صلاح بيستغلها صح وبتقدر تساعده في ان هو يحقق اللي هو نفسه فيه واللي نفسنا كلنا فيه بالنسبه لمحمد صلاح. فكامكانيات لا، رمضان يقدر يمشي بنفس طريقه محمد صلاح.